যিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে এসেছেন, এবারে তেলাওয়াত করবেন কারি ইলিয়াস। কারি ইলিয়াস সাহেবের তেলাওয়াতের পরই তেলাওয়াত করবেন কারি বদরুদ্দিন। আপনি তৈরি থাকবেন, তারপরে তৈরি থাকবেন কারি আব্বাস কলকাতা। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين
الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألن فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.